بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس 25 من سلسلة دروس شرح العلامة الشيخ إبراهيم البيجوري رحمه الله تعالى على أم البراهين المعروفة بالسنوسية الصغرى للإمام محمد بن يوسف السنوسي رحمه الله تعالى ونفعنا به، آمين آمين. وصلنا إلى قول الشيخ رحمه الله تعالى: وأما برهان وجوب القدم له تعالى. في الدرس السابق تكلم الشيخ عن برهان الوجود، برهان وجود الله تعالى، والآن يتحدث عن برهان وجوب القدم له جل وعلا. فلأنه إلى آخره، يعني فلأن الله عز وجل، لأن أو لا نقول لأن، هو لأن الله جل وعلا، ولكن لأن الموجد الذي أثبت الشيخ وجوده، لأنه لو لم يكن قديما، لو لم يكن الموجد للعالم قديما لكان حادثا، فيفتقر إلى محدث فيلزم الدور أو التسلسل. الآن سيشرح لنا الشيخ هذا الكلام مفصلا. قال: وأما برهان وجوب القدم له تعالى فلأنه إلى آخره. قال: هذا البرهان لا يتم إلا بثلاثة أقيسة. والأقيسة جمع قياس، والقياس هو قول مركب من قضيتين فأكثر. القياس هو قول مركب من قضيتين فأكثر، يلزم عنهما، عن هاتين القضيتين لذاتهما لا لشيء آخر، قول آخر. إذن قال: هذا البرهان لا يتم إلا بثلاثة أقيسة، ونظمها هكذا، يعني نظم ترتيب الأقيسة الثلاثة كما سيذكرها الشيخ. القياس الأول: لو لم يكن قديما لكان حادثا. لماذا لو لم يكن قديما لكان حادثا؟ قال: لأنه لا توجد حالة ثالثة بين القدم والحدوث، إما قديم أو حادث، ما عندنا حالة ثالثة. قال: لو لم يكن قديما لكان حادثا، لكن كونه حادثا محال. السؤال الآن: لماذا كونه حادثا محال؟ لماذا؟ الجواب هو القياس الثاني. إذ لو كان حادثا لافتقر إلى محدث، لو كان حادثا لافتقر إلى من يحدثه، لكن افتقاره إلى محدث محال. كذلك السؤال هنا: لما كان افتقاره إلى محدث محالا؟ الجواب هو القياس الثالث. إذ لو افتقر إلى محدث لافتقر محدثه إلى محدث، ولافتقر محدث محدثه إلى محدث، وهكذا. فيلزم على ذلك إما التسلسل أو الدور. قال: لزم الدور أو التسلسل وهما محالان، كل من الدور ومن التسلسل محال، فما أدى إليهما ما حكمه؟ محال. كل ما يوصلك إلى الدور محال، لأن الدور محال، وكل ما يوصلك إلى التسلسل هو محال. ليه؟ لأن التسلسل بحد عينه بذاته هو محال. قال: والأسهل في ترتيب اللوازم أن تقول:
لو لم يكن الموجد للعالم، لو لم يكن الموجد للعالم قديما لكان حادثا، لو لم يكن الموجد للعالم قديما لكان حادثا. ليه؟ لأنه ما عندنا كما قلت حالة ثالثة. ولو كان حادثا لافتقر إلى محدث، ولو افتقر إلى محدث للزم الدور أو التسلسل، وهما محالان. فما أدى إليهما، فما أدى إلى الدور أو التسلسل، وهو افتقاره، افتقار الموجد للعالم إلى محدث، فما أدى إليهما محال، فيكون افتقار الموجد للعالم إلى محدث محالا. فما أدى إليه، فما أدى إلى هذا المحال وهو كونه حادثا محال أيضا. فما أدى إليه وهو عدم كونه قديما محال، فثبت نقيضه وهو المطلوب. ويقرب من هذا صنيع المتن، حيث اقتصر. يعني أحبابنا، نرجع للمسألة السابقة. هلأ عدم كونه قديما، عدم كونه قديما أدى إلى كونه حادثا، وكونه حادثا أدى إلى افتقاره إلى محدث، وافتقاره إلى محدث أدى إلى ماذا؟ إلى الدور والتسلسل. حتى نلاحظ، يعني نأخذ الدليل ذهابا وإيابا كي نفهم الأمور بعضها إلى بعض. قال: ويقرب من هذا صنيع المتن، حيث اقتصر في ترتيب اللوازم على الوجه الذي ذكره. فتدبر قوله: لو لم يكن، يعني الموجد للعالم قديما، لكان حادثا. الآن ما هو وجه التلازم؟ قال: وجه التلازم بين المقدم والتالي. المقدم هو قوله لو لم يكن قديما، وجه التلازم بين المقدم والتالي، بين المقدم والتالي. المقدم قلنا وهو قوله لو لم يكن قديما، والتالي وهو قوله لكان حادثا. وجه التلازم بينهما أن كل موجود منحصر في القديم والحادث، فمتى لم يكن قديما كان حادثا. واضح هذا الكلام؟ هذه أحبابنا، هذه تسمى قضية شرطية متصلة، هذه تسمى قضية شرطية متصلة. ولا مانع أن نتكلم عن القضية الشرطية وعن قسميها. القضية الشرطية، القضية الشرطية هي قضية تركبت من جزئين. القضية الشرطية هي قضية تركبت من جزئين، ربط أحدهما بالآخر بأداة شرط أو أداة عناد. القضية الشرطية هي قضية تركبت من جزئين، ربط بين هذين الجزئين بأداة شرط أو أداة عناد. كأن تقول مثلا، وهذا المثال المذكور في كتب المنطق دائما: إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. هذه قضية شرطية. إن كنت صادقا في طلب العلم فالتوفيق نصيبك. إن كان صادقا فإنه سينجو. هذه قضية إيش؟ شرطية. هذه قضية شرطية. إذن هي قضية ربط بين جزئيها بأداة شرط أو أداة عناد، أو أداة عناد. تقول: العدد إما زوج أو إما مفرد. تقول: الإنسان إما ذكر أو أنثى، إما ذكر أو أنثى. الثوب إما حرير وإما قطن. المسجلة إما مثلا حديد أو وإما من بلاستيك. تسمى الأداة إيش؟ عناد. أما لو قلت مثلا، قلت العدد إما زوج وسكت،
الكلام سيأتي الكلام مفصح حول هذا الموضوع. الآن أريد أن نفهم، فهمنا الآن القضية الشرطية، الآن هذه القضية الشرطية. القضية الشرطية هذه قسمان، هذا الكلام نحتاجه لفهم عبارة الشيخ رحمه الله. القضية الشرطية أي نعم كما قلنا هي قضية تركبت من جزئين، ربط أحدهما بجزء، ربط أحدهما بالآخر بأداة شرط أو بأداة عناد. هذه القضية الشرطية إما أن تكون متصلة نعم أو تكون غير متصلة، إما أن تكون متصلة وإما أن تكون غير متصلة. فالقضية الشرطية المتصلة هي كما قلنا كأن تقول إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، فهذه تسمى قضية شرطية متصلة. لماذا سميت متصلة؟ قال لأنها أوجبت تلازم الجزئين، إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، فوجود النهار ملازم لطلوع الشمس، ملازم لطلوع الشمس، فأحدهما لازم للآخر، فتسمى هذه القضية الشرطية قضية شرطية متصلة. أما الثانية القضية الشرطية الثانية تسمى قضية شرطية منفصلة، قضية شرطية منفصلة، وهي التي يكون الرابط بين الجزئين أداة عناد، أداة عناد، كما نقول العدد إما زوج وإما فرد، فتسمى هذه قضية شرطية منفصلة، تسمى هذه القضية قضية شرطية منفصلة. لماذا تسمى قضية شرطية منفصلة؟ قال لأنها توجب تنافرا بين جزئيها، توجب تنافر، توجب تنافرا بين الجزئين. فعندما نقول العدد إما زوج وإما مفرد، فهناك تنافر بين الزوجية وبين الفردية، فلذلك تسمى شرطية منفصلة. فإذا الشرطية الآن المتصلة هي التي يكون هناك تلازم بين الجزئين، تلازم بين جزئيها، والقضية الشرطية المنفصلة هي التي يكون هناك تنافر بين جزئيها، هناك تنافر بين جزئيها. والمذكور أولا، والمذكور أولا من القضيتين، المذكور أولا من القضيتين يسمى مقدما، والمذكور ثانيا يسمى تاليا. فالآن فهمنا الآن معنى قوله وجه التلازم بين المقدم والتالي، بأن هذه قضية شرطية متصلة، لأن هناك تلازم، هناك تلازم بين جزئي القضية، فإذا كان هناك تلازم كانت القضية شرطية، وإذا كان هناك تنافر كانت القضية منفصلة. والمقدم هو المذكور أولا من القضية الشرطية أو المتصلة والمنفصلة، والتالي هو المذكور مؤخرا، وهذا في الغالب، وهذا في الغالب، ولكن هناك صور يعكس الأمر، ذكرها مذكورة في كتب، هناك صور ممكن أن يعكس الأمر، ولكن الآن المطلوب أن نفهم يعني بشكل عام، بشكل غالبي، يعني أن في القضية الشرطية المذكور أولا يسمى مقدما، والمشكور والمذكور ثانيا يسمى تاليا. فقال الشيخ ووجه التلازم بين المقدم والتالي، نفهم إذن بهذا الكلام أن القضية شرطية متصلة، أن كل موجود منحصر في القدم والحادث، في القديم والحادث، فمتى لم يكن الله، فمتى لم يكن قديما كان حادثا. قوله فيفتقر إلى محدث، أي لأنه لا يصح أن يكون، لماذا يفتقر إلى محدث؟ قال لأنه لا يصح أن يكون أحدث نفسه، وإلا لو جاز أن يكون الموجد للعالم قد أحدث نفسه،
وإلا لزم أن يكون أحد الأمرين المتساويين مساويا لصاحبه راجحا عليه بلا سبب، وهو محال، وذكرنا هذا في الدرس السابق لما فيه من اجتماع المساواة والرجحان كما تقدم يعني في الدرس السابق. إذن يستحيل أن يوجد موجد العالم نفسه. ما هو الدليل على استحالته؟ لأنه يلزم عليه أن يكون أحد الأمرين اللذان هما الوجود والعدم مساويا لصاحبه راجحا عليه بدون سبب، وهذا محال. الرجحان بدون مرجح هذا مما اتفق العقلاء على أنه مستحيل. قال فيلزم الدور أو التسلسل، أي لأنه إذا افتقر إلى محدث، إذا افتقر موجد العالم إلى محدثين لزم أن يفتقر محدثه أيضا إلى محدث لانعقاد المماثلة بينهما. ثم الآن إن تناهى المحدثون، إن وصلنا إلى آخر محدث، إن تناهى المحدثون لزم الدور. إذا كان المحدثون لموجد العالم متناهين يلزم الدور، يلزم الدور. ما هو الدور؟ قال وهو توقف شيء على شيء توقف عليه، وهذا التوقف إما أن يكون بمرتبة واحدة أو أن يكون بمراتب متعددة، قد يكون بخمس مراتب، قد يكون بثلاث مراتب. وهو توقف شيء على شيء توقف عليه، كما لو فرض أن زيدا أحدث عمرا وأن عمرا أحدث زيدا، فقد توقف زيد على عمر المتوقف عليه، فهذا يقتضي ماذا؟ استحالة وجود زيد وعمر، استحالة وجود زيد وعمر. هذا إذن هذا دور بمرتبة واحدة. نأتي بمثال على دور بأكثر من مرتبة. زيد من الناس يريد أن يكون إمام مسجد، يريد أن يكون إمام مسجد، فذهب إلى وزارة الأوقاف فاشترطت عليه حتى يكون إماما، شرطت عليه أن يكون مجازا بالقرآن من قبل شيخ معين. إذن الآن زيد يريد أن يكون إماما، شرطت وزارة الأوقاف أن يكون مجازا بالقرآن من قبل زيد، من قبل شيخ معين، وهذا الشيخ شرط لإعطاء الإجازة أن يكون طالب الإجازة مدرسا في مدرسة شرعية، والمدرسة الشرعية لا تقبل مدرسا إلا أن يكون إماما، فما الحكم؟ هذا يستحيل أن يكون إماما، يستحيل أن يكون إماما. هذا هو الدور، هذا هو الدور على أكثر من مرتبة، وقد يكون أربع مراتب وخمس مراتب وهكذا. إذا نتيجة الدور الاستحالة، يستحيل أن يكون زيد إماما، ويستحيل أن يوجد الموجد إن صح التعبير إذا توقف وجوده على وجود آخر. قال وإن لم يتناهى المحدثون لزم التسلسل. إذا قلنا المحدثون غير متناهين، زيد أوجد عمرا، وعمر أوجده بكر، وبكر أوجده خالد، وخالد أوجده أحمد، وهكذا إلى ما لا نهاية له في الزمان الماضي. قال لزم التسلسل، وهو أي تسلسل تتابع الأشياء واحدا بعد واحد إلى ما لا نهاية له في الزمن الماضي. كما نقول مثلا هذه البيضة من أين جاءت؟ من الدجاجة، والدجاجة من أين جاءت؟ من البيضة. طيب البيضة الثانية من أين جاءت؟ من الدجاجة، والدجاجة من أين جاءت؟ من البيضة، وهكذا إلى ما لا نهاية له. فتقول أنت ما يصح هذا، لابد أن تكون البيضة الأولى أو الدجاجة الأولى صادرة من ذات تعطي الوجود ولا تأخذه، تعطي الوجود ولا تأخذه، لا بد. أما هذا التسلسل هو باطل،
وذكر العلماء أدلة لبطلان التسلسل. أعظم وأفضل هذه الأدلة وأسهلها دليل التطبيق، برهان التطبيق. يعني أظنه معروف، ولكن يعني لا بأس أن نذكره، برهان التطبيق. طيب نتابع الكلام الآن بعد ذلك إن نرى إن كنا نذكر هذا البرهان. قالوا إن لم يتناهى المحدثون لزم التسلسل، قال وهو تتابع الأشياء واحدا بعد واحد إلى ما لا نهاية له في الزمن الماضي، كما لو فرض أن زيدا أحدثه عمرو، وأن عمرا أحدثه زيد أحدثه بكر، وأن بكرا أحدثه خالد، وهكذا إلى ما لا نهاية له. فقد تتابع المحدثون واحدا بعد واحد إلى ما لا نهاية له في الزمن الماضي، في الزمن الماضي. فإذا ما حكم التسلسل؟ مستحيل. وما ينبني وما يؤدي إليه فهو مستحيل. ما حكم الدور؟ مستحيل. وما يؤدي إلى الدور؟ مستحيل. وقلنا من أدلة بطلان التسلسل برهان التطبيق. ما هو برهان التطبيق؟ نذكر مثالا سريعا وذكره، هو أن نفترض أن عندنا سلسلتين، عندنا سلسلتان. السلسلة الأولى بدايتها الآن عام 2020، وفيها حلقات، هكذا إلى ما لا نهاية له. وعندنا سلسلة ثانية سميها العلماء الطوفانية، من زمن سيدنا نوح، بدايتها زمن سيدنا نوح. يعني الآن السلسلة الأولى، سلسلة الآن 2020 بدايتها من هنا، والسلسلة الطوفانية التي هي من زمن سيدنا نوح من هنا، بدايتها من هنا. نأتي بهذين الكتابين للتقريب. يعني هذه السلسلة نسميها الآن بدايتها من هنا الآنية، وهذه السلسلة الثانية الطوفانية. هذه الطوفانية من عهد نوح إلى ما لا نهاية له، وهذه كذلك إلى ما لا نهاية له. أتينا لهاتين السلسلتين الآن وجعلناهما هكذا أمام بعضهما، وذهبنا بهما إلى ما لا نهاية، إلى ما لا نهاية. فعندنا احتمالان، إما أن تتساوى السلسلتان، وهذا ما حكمه؟ مستحيل. ليه مستحيل؟ لأنه يؤدي إلى تساوي الزائد والناقص، هناك فرق بينهما 10,000 سنة. فإذا قلنا انتهيتا معا فيعني هذا أنهما متساويتان، وهذا باطل. وإما أن تفرغ الطوفانية قبل الآنية، فإذا فرغت انقطعت السلسلة الطوفانية قبل الآنية، هذا يعني أن الآنية ستنتهي كذلك، وهي تزيد على الطوفانية بمقدار معين، فهي منتهية. فإذا التسلسل مستحيل، التسلسل هذا مستحيل، لأنه ينبني عليه أمر مستحيل كذلك. شرع الآن في الحديث عن برهان البقاء. قال أما برهان وجوب البقاء له تعالى فلأنه إلى آخره، يعني لأنه لو أمكن أن يلحقه العدم لانتفى عنه القدم. لو أمكن أن يلحق الموجد العدم لانتفى عنه القدم. ليه؟ قال لأن هناك تلازم بين القدم والبقاء، تلازم. لذلك أحبابنا بعض العلماء قال يكفي أن نثبت للموجد صفة القدم فتثبت له سائر الصفات. القدم، إذا أثبتنا للموجد صفة القدم تثبت له سائر الصفات. قالوا أما برهان وجوب البقاء له تعالى فلأنه إلى آخره، هذا البرهان لا يتم إلا بقياسين.
ونظمهما هكذا. القياس الأول: لو لم يجب له البقاء لأمكن أن يلحقه العدم. واضح هذا. لو لم يجب له البقاء إلى ما لا نهاية إلى الأبد لأمكن أن يلحقه العدم، لكن إمكان لحوق العدم له محال. هذا إيش القياس الأول. لأنه القياس الثاني الآن، القياس الثاني: لأنه لو أمكن أن يلحقه العدم لانتفى عنه القدم، لكن انتفاء القدم عنه محال. لماذا انتفاء القدم عنه محال؟ لأنه قد ثبت الآن قبل قليل معنا أن الموجد قديم وأنه يستحيل حدوثه، لكن انتفاء القدم عنه محال لقيام الدليل على قدم الموجد، فيكون انتفاؤه محال. أنت عندما تقيم الدليل على وجود شيء يكون انتفاؤه مستحيل، فأنا عندما أقمنا الدليل على قدم الموجد يكون انتفاؤه مستحيلا لأننا أقمنا الدليل على قدمه. إذن لكن انتفاء القدم عنه محال. فالمصنف حذف القياس الأول الذي هو لو لم يجب له البقاء لأمكن أن يلحقه العدم، حذف القياس الأول وذكر شرطية القياس الثاني، وذكر شرطية القياس الثاني. ما هي شرطية القياس الثاني؟ هي قوله لو أمكن أن يلحقه العدم لانتفى عنه القدم. إذن حذف القياس الأول وذكر شرطية القياس الثاني، وهو شرطية القياس الثاني قوله لو أمكن أن يلحقه العدم لانتفى عنه القدم. قال وحذف استثنائيته، يعني حذف استثنائية القياس الثاني، حذف استثنائية القياس الثاني وهي لكن إمكان لحوق العدم له محال. حذف استثنائية القياس الثاني وهي قوله لكن إمكان لحوق العدم له محال، لكن ذكر ما هو كالدليل عليها. يعني بعد أن حذف استثنائية القياس الثاني ذكر شيئا هو كالدليل على هذه الاستثنائية المحذوفة، لكن ذكر ما هو كالدليل عليها بقوله كيف وقد سبق قريبا وجوب قدمه تعالى. كيف وقد سبق قريبا وجوب قدمه تعالى إلى آخره. وأما قوله لكون وجوده يعني حينئذ جائزا لا واجبا إلى آخره، فتعليل لترتيب انتفاء القدم على إمكان لحوق العدم. فتعليل لترتيب انتفاء القدم على إمكان لحوق العدم كما لا يخفى. معناه من أمكن أن يلحقه العدم، من أمكن أن يلحقه العدم استحال عليه أن يكون قديما. هذا معنى قوله. لذلك قال قوله لو أمكن أن يلحقه العدم لانتفى عنه القدم، إنما عبر بالإمكان، قال لو أمكن أن يلحقه العدم ولم يقل لو لحقه العدم، لأن امتناع إمكان لحوق العدم يستلزم امتناع لحوقه من باب أولى بخلاف عكسه. فتدبر قوله لكون وجوده حينئذ جائزا، قد عرفت أنه تعليل لترتب انتفاء القدم على إمكان لحوق العدم. وقوله حينئذ أي حينئذ أمكن أن يلحقه العدم. قوله لا واجبا توكيد لما قبله كما هو ظاهر. الكلام أحبابنا لأول وهلة هو قد يكون غير مفهوم،
ولكن يحتاج إلى تركيز فقط، تركيز وربط لاحق الكلام بسابقه ذهنا، فتجد الكلام واضحا وليس يعني وليس خفيا، تجده واضحا. قوله والجائز لا يكون وجوده إلا حادثا، إنما لم يقل والجائز لا يكون إلا حادثا بإسقاط لفظ الوجود، قال والجائز لا يكون وجوده إلا حادثا، ولم يقل والجائز لا يكون إلا حادثا بإسقاط لفظ، أي لم يسقط لفظ الوجود وأثبت لفظ الوجود، لأنه لو قال ذلك، لو قال والجائز لا يكون إلا حادثا لاقتضى أن كل جائز حادث، وهذا باطل، ليس كل جائز حادث، بدليل أن كثير هناك من الجائزات ليست موجودة. يعني مثلا أنت الآن غير متزوج، ألا يجوز أن يكون لك ولد؟ بلى. هل هو حادث؟ ليس حادثا، واضح؟ إذا ليس كل جائز حادث، ولكن كل موجود حادث. إذا قال إنما لم يقل والجائز لا يكون إلا حادثا بإسقاط لفظ الوجود، لأنه لو قال ذلك لاقتضى أن كل جائز حادث، وليس كذلك، إذ الجائز الذي لم يوجد لا يتصف بالحدوث. لا يقال الحدوث هو الوجود بعد عدم، والوجود لا يتصف بالوجود، تمام؟ الوجود، الحدوث هو الوجود بعد عدم، والوجود لا يتصف بالوجود. ليه؟ لأنه من الأحوال، الوجود من الأحوال أو الأمور. ومر معنا هذا في بداية الكتاب عندما تحدثنا، عندما قرأنا مبحث الوجود، ذكر الشيخ هناك أن الأمور موجودات ومعدومات وأحوال وأمور اعتبارية، وقال هناك الصحيح أنه لا حال، الصحيح أنه لا حال. فالأمور هي ثلاثة: موجودات ومعدومات وأمور اعتبارية وأحوال، والصحيح أنه لا حال، لأن الحال قالوا هي مرتبة بين الوجود والاعتبار، الحال هو مرتبة بين الوجود والاعتبار. المهم، قال على الخلاف في ذلك كما مر معنا في بداية الكتاب، وكل منهما من الأحوال ومن الأمور الاعتبارية لا يتصف بالوجود، فكيف يجعله المصنف متصفا بالحدوث؟ قال لأننا نقول قد تقدم أنه كما يطلق حقيقة، كما يطلق الحدوث، يعني كما يطلق الحدوث حقيقة على الوجود بعد عدم، يطلق مجازا، الحدوث يطلق مجازا على مطلق التجدد بعد عدم، وهو بهذا المعنى يتصف مطلق التجدد بعد عدم. يطلق الحدوث حقيقة على الوجود بعد عدم، ويطلق الحدوث كذلك مجازا على مطلق التجدد بعد عدم. فالحدوث بهذا المعنى الثاني، المعنى المجازي، وهو أنه يطلق على التجدد بعد عدم، وهو بهذا المعنى يتصف به كل من الأحوال والأمور الاعتبارية. يعني فإذا قلنا الأحوال موجودة معناها أنها متجددة بعد عدم، وإذا قلنا الأمور الاعتبارية موجودة يعني متجددة بعد عدم، وليس المراد بها أننا وصفناها بالوجود حقيقة. قوله كيف اسم استفهام على وجه التعجب، والواو في قوله وقد سبق قريبا للحال، كيف وقد سبق قريبا، أي كيف يصح ذلك الانتفاء والحال أنه قد سبق قريبا، يعني كيف يصح أن ينتفي عنه القدم وقد سبق قريبا أنه متصف، عفوا، كيف ينتفي عنه البقاء وقد، أو كيف ينتفي عنه القدم وقد سبق قريبا أن القدم واجب له. ويصح أن تكون اسم استفهام على وجه الإنكار،
والواو في قوله وقد سبق إلى آخره للتعليل، أي لا يصح ذلك الانتفاء. كيف؟ يعني كيف هي إما أن تكون استفهام حقيقي، تقول لك أقول لك كيف حالك، أطمئن عن صحتك. فإذا قلت مثلا أنت مثلا في زيد فعل فعلا غير لائق، أقوله كيف فعلت هذا، يعني أتعجب منك أنت، لا ينبغي أن يصدر منك هذا الفعل. فهذا استفهام ليس حقيقته الاستفهام، وإنما حقيقة هذا المراد من هذا الاستفهام المراد منه التعجب من صدور هذا الفعل من زيد. وكذلك هنا ليس المراد بالاستفهام الاستفهام، وإنما المراد التعجب، يعني كيف يخطر ببالك أن الموجود أن الموجد للعالم قد ينتفي عنه القدم. أتعجب أنا الآن، كيف يخطر ببالك، كيف تأتي تقول انتفى عن الموجد للعالم القدم بعد أن ذكرت لك الدليل على قدمه؟ فأنا أتعجب من أن يخطر ببالك أن القديم ينتفي. واضح مولانا؟ قال ويصح أن تكون اسم استفهام على وجه الإنكار غير التعجب، يعني الآن المراد بهذا الاستفهام إنكاري، أنا أنكر على من يقول بأن القدم ينتفي عن الله عز وجل بعد أن أتيت بالبرهان عليه. قال والواو في قوله وقد سبق إلى آخره للتعليل، أي لا يصح ذلك الانتفاء لأنه قد سبق إلى آخره. وكثيرا ما تقع الواو للتعليل في كلام المؤلفين كما قاله السقطاني. قوله وقد سبق قريبا وجوب قدمه تعالى، يؤخذ من ذلك أن كل من وجب قدمه استحال عدمه، ولم تتفق، انظر الآن، ولم تتفق العقلاء على مسألة اعتقادية إلهية إلا هذه القاعدة الكلية، كل من وجب قدمه استحال عدمه. إذن لم يتفق العقلاء على مسألة اعتقادية إلهية إلا على هذه القاعدة الكلية، وهي كل من وجب قدمه استحال عدمه. قال وأورد علينا عدمنا الأزلي، نحن الآن في الأزل كنا معدومين، فإنه وجب قدمه، عدمنا الأزلي هو قديم، العدم قبل وجودنا، أنا قبل أن أوجد كنت معدوما وهذا العدم قديم، ولكن هذا العدم ماذا حصل له؟ انتفى، انعدم، ولم يستحل عدمه. واضح ما القاعدة الآن؟ كل ما وجب قدمه استحال عدمه. أنا الآن قبل أن أوجد كنت معدوما، وعدمي قبل وجودي ما حكمه؟ قديم أم حادث؟ قديم. والقاعدة تقول كل من وجب قدمه استحال عدمه، وبالتالي ينبغي أن يكون وجودي أنا مستحيل، لأنه عدم بوجودي عدمي القديم. هذا الإيراد علينا. قال وأورد علينا عدمنا الأزلي فإنه وجب قدمه، نحن الآن عدمنا قبل وجودنا قديم ليس له بداية ولم يستحل عدمه. وأجيب بأن القاعدة، يعني كل من وجب قدمه استحال عدمه، هذه القاعدة بأن القاعدة مفروضة في الوجودي وليس في العدمي. العدمي ينعدم، عدم الأمر العدمي عدمه ينعدم. وبعضهم منع الإيراد من أصله
بأن عدمنا الأزلي، عدمنا الأزلي يستحيل عدمه، العدم الأزلي يستحيل عدمه. ليه؟ قال لأنه لو عدم عدمنا الأزلي، لو عدم لوجدنا في الأزل، لوجدنا في الأزل، ووجودنا في الأزل محال، لأنه لا يوجد فيه إلا الله وصفاته. وفيه أنه إنما يستحيل عدمه في الأزل لما ذكر، وهذا لا ينافي أنه ينعدم بتناهي الأزل، فيصدق عليه أنه وجب قدمه. الكلام الحديث كله عن عدمنا قبل وجودنا، فيصدق عليه يعني على عدمنا قبل وجودنا أنه وجب قدمه ولم يستحل عدمه. فتأمل ثم قال، شرع في الحديث عن برهان وجوب مخالفته تعالى للحوادث. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا لأسرار الفاتحة.